ليس من الضروري أن يكون هناك تغيير جذري في الحكومة المقبلة. تفهم هذه العبارة وكأن السيد الحكيم يدعم بقاء السيد الكاظمي في رئاسة الحكومة وبقاء السيد برهم صالح في رئاسة الجمهورية، فالتغيير الجذري لا يمكن أن يحدث ما لم يتغير هذان الشخصان، وبما أنهما لا يريد تغيير جذري إذن هم باقون في منصبهما. هل هذا هو توجه تيار الحكمة، الإبقاء على المشهد كما هو؟ أول شيء أرحب بضيفك الكريم وبجنابك الكريم ومشاهدي قناة تغيير، وكل عام وأنتم بخير. الله محييك. طبعا هو مو شرط أنه يبقى السيد المالكي، السيد الكاظمي أو السيد برهم صالح، ولكن من الشرط أن يبقى وزراء. هناك وزراء أكفاء في هذه الحكومة قدموا للدولة العراقية، هناك رؤساء هيئات أيضا مستقلة، وأيضا السيد الكاظمي قدم في الملف يعني الخارجي ما قدمه للدولة العراقية. ولهذا السبب شوف، احنا اليوم يجب ان نركز على مرحلة مهمة يدور في العراق والمنطقة، هي ان المنطقة وامريكا بالخصوص وايران هناك مفاوضات تقارب فيما بينهم، وهناك هدوء في المنطقة، فيجب العراق ان يستعيد دوره التاريخي في هذا، وخاصة ان اليوم العراق ينظر اليه العالم وخاصة اوروبا انها هو مصدر الطاقة الوحيد بعد روسيا. ولهذا السبب يجب أن تكون الحكومة المقبلة حكومة استقرار وتصفير مشاكل. هسه يجي بها السيد الكاظمي، يجي بها السيد برهم صالح يبقى على رئاسة الجمهورية، لكن يجب أن تكون حكومة عابرة وتصفير للمشاكل مهما تكون هذه المشاكل داخليا وخارجيا. ويجب أن يكون رئيس الوزراء القادم قريب من جميع الكتل السياسية، وبالأخص من الكتل اللي خارج اليوم العمل السياسي مثل التيار الصدري وكتل خارجة، وهناك يعني أحزاب مهمة هي اليوم ما حصلت شيء في الانتخابات وهي خارج يعني الساحة السياسية أو خارج البرلمان، سموه الساحة السياسية بالعموم. ولهذا السبب يحتاج رئيس وزراء يكون مطمن للشركاء اللي موجودين في العراق والدول المحيطة في العراق ودول العالم. ولهذا السبب نحن اليوم نطمح إلى أن تكون حكومة استقرار، وبهذه الرسائل نحن اليوم ندعم أي حكومة ممكن أن تجلب الاستقرار وتجلب تصفير المشاكل للعراق في المرحلة المقبلة.